جامعة الدمام عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع وكالة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد مادة النظام الاجتماعي في الإسلام. معكم الدكتور صالح بن سليمان الضلعان. أسأل الله عز وجل لكم محاضرة خير وبركة ويوفقنا لكل خير. تحدثنا بالمحاضرة السابقة والمحاضرات التي سبقت عن بعض الشبه، وتحدثنا كذلك يعني عن حجاب المرأة المسلمة والشبه المثارة حوله، وذكرنا أنه هو لباس سابغ شرعي تستتر به المرأة المسلمة ليمنع الرجال الأجانب من رؤية شيء من جسدها ويقابله التبرج والسفور. هذا هو معنى أو تعريف الحجاب، وذكرنا بعض الآيات التي تدل على وجوب الحجاب. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، وليضربن بخمورهن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه من الآيات الدالة على الحجاب. وذكرنا قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أيضا من السنة ذكرنا حديث معطية، قالت معطية قالت أمرنا أو أمرنا أن نخرج الحية. من الذي أمرهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يخرجوا الحية يوم العيد وذوات القدور. وذوات القدور ذكرنا من هن أصحاب ذوات القدور، وذكرنا أنهن اللاتي لم يتزوج. كانت من عادات العادات سابقا أنهن اللاتي لم يتزوجن يجلسن في بيوتهن ولا يخرجن إلا لحاجة فيشهدن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة يا رسول الله إحداهن ليس لها جلباب، فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. هذا يدل دلالة على أن نساء الصحابة كانت لا تخرج إحداهن إلا بجلباب، فلذلك لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهن بالخروج بغير جلباب. فكيف فيما هو مأمور به؟ يعني هو الآن في أمر، ومع ذلك يعني والضرورات الآن تبيح ذلك، يعني ما عندها ما فيها مال عندها لتشتري ولا لباس لتستر بها نفسها كامل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يخرجن، لا بل إذا ما عندها جلباب تستعير من صاحبتها أو جارتها جلباب. فكيف هذا؟ وهذا أمر واجب، فكيف يرخص لهن في ترك الجلباب لخروج غير مأمور به ولا محتاج له، مثل نزهة مثلا زيارة قارب، طيب هنا صلاة ومع ذلك ما عنده جلباب، قال لا خذ جلباب واخرج.
لذلك على المسلم أن يلتزم بهذا الأمر، على المسلمة أن تلتزم بهذا الأمر وهو أمر الحجاب، وهو أمر يعني ليس من الأمور التحسينية عندنا في الإسلام، لا، بل هو ملزم به. ومن مقاصد الحجاب، شرع الشارع الكريم الحجاب لحكم عديدة، منها طهارة قلوب الرجال والنساء من الوساوس والخواطر الشيطانية التي تفسد النفوس. يعني المرأة إذا خرجت بدون جلباب تكون عرضة أن يظن بها ظن السوء، وأنها تريد الرجال، وأنها لا مانع لديها، وهذا كلها تبدأ الخواطر الشيطانية في نفس الرجال، ويمكن وإن كانت هي طاهرة في نفسها، ولكن هذا لذلك قال الله عز وجل: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. أول من مقاصد الحجاب شرع الشارع الحكيم الحجاب لحكم عديدة منها. نحن الآن نتحدث في صفحة 142 عن مقاصد الحجاب والمقاصد من وجوب الحجاب، المقاصد من وجوب الحجاب. شرع الشارع الحكيم الحجاب لحكم عديدة منها: طهارة قلوب الرجال والنساء من الوساوس والخواطر الشيطانية التي تفسد النفوس وتميت القلوب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. حفظ النساء وصيانتهن من أن يتعرضن لأذى أو شر، وذلك لأن الحجاب يضفي على مرتديه من يرتديه وقارا ومهابة، يضفي على مرتديه مهابة، تصد الفساق عن التجرع عليها باللفظ أو اللحظ. والمقصود هنا باللفظ أو اللحظ، يعني المقصود فيها النظر، مقصود باللفظ أو الحظر أو باللفظ أو اللحظ يعني النظر. فقال الله عز وجل: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذا الآن المقصد الأول ذكرناه في الحكمة من شرعية الحجاب: طهارة القلوب. كذلك من الأمور حفظ النساء وصيانتهن من أن يتعرضن لأذى أو شر، لأن اللي تلبس الحجاب تضفي على من يلبس الحجاب المهابة، هذه المهابة تصد من الفساق عن التجرع عليها باللفظ أو اللحظ. اللحظ هو ذكرنا معناه النظر، يعني ما تبدأ العيون تتجه إليها بسبب أنها لم ترتدي الحجاب. أيضا يعد الحجاب في الظاهر ترجمة لصلاح المرأة في الباطن، وإشعارا من حسن مسلكها وبقائها على فطرة الحياة الذي هو لازم من لوازم أنوثتها ومجانبتها للرجال ومخالطتهم. فهو يعد الحجاب في الظاهر دليلا أكيدا على عزم المرأة على مجانبة الرجال ومخالطتهم، وهو يشير إشارة واضحة إلى أنها امرأة صالحة في الظاهر والباطن، ويشعر بحسن مسلكها أنها تسلك السلوك الطيب وتحافظ على فطرة الحياة الذي هو من لوازم أنوثتها. ولذلك المقاصد من وجوب الحجاب، الآن البعض يقول مقاصد الحجاب، طيب لا، هو واجب، فالحجاب لبسه واجب، وتأثم المرأة إذا لم تلبس الحجاب. لماذا شرع الشارع الحكيم الحجاب؟ لحكم عديدة، منها طهارة القلوب، حفظ النساء وصيانتهن من أن يتعرضن لأذى سواء لفظي أو لحظي، اللحظ هو النظر مثل ما ذكرنا. أيضا يعد الحجاب في الظاهر ترجمة لصلاح المرأة في الباطن، وإشعارا بحسن مسلكها وبقائها على فطرة الحياة الذي هو لازم من لوازم أنوثتها. لذلك هذا إشارة، فيه الحجاب إشارة عظيمة أنها امرأة صالحة، ما تغطت ولبست الحجاب إلا
يعني أنها صالحة في الظاهر والباطن. ما هو حقيقة الحجاب؟ الكلام على الحجاب من جانبين، ما هي صفات الحجاب وحدود الحجاب، يعني ما الذي تبديه أو تخفيه المرأة من بدنها. صفات الحجاب، لكي يحقق الحجاب الغرض لابد أن تكون طبيعته مناسبة لطبيعة المرأة، يعني فيه ستر. طيب ما هي صفات أو شروط العلماء التي وضعوها في الحجاب الشرعي؟ الآن هذه الشروط أمامكم، أن يكون ساترا لجميع بدن المرأة، ما تظهر يد، تظهر رجل، تظهر رجلين، وأن يكون ثخينا ليس شفافا، يعني لا يشف عما تحته، لا يشف عما هو تحته، ويكون فضفاضا غير ضيق حتى لا يصف جسمها. يعني الآن لو نعيده، الستر والثخانة، لو أنا ألبس حجاب يعني أو تلبس المرأة الحجاب، نأتي بحجاب، الحجاب هذا هو شيء، هل هو ساتر يستر الجميع الجسد؟ هل هو ثخين لا يشف عما تحته؟ هل هو فضفاض يعني مخصر؟ هذا حرام، ما يجوز لبسه، لأنه كما يقول العلماء هذا من شروط الحجاب، أن يكون ساترا جميع بدن المرأة، أن يكون ثخينا لا يشف عما تحته، أن يكون فضفاضا غير ضيق حتى لا يصف جسمه. هذه الآن شروط الحجاب، لهذا رخص صلى الله عليه وسلم في ذيول النساء قدر ذراع حتى لا تنكشف أقدامهم. قال عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أراهما، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت. يعني طبعا ذكرنا أنها يعني يكبرن الرؤوس ويعظمونه بلف عمامة من أول، الآن ممكن تأتي بشعر وتأتي به أو عصابة حيث تكون كسنام البعير طائل كذا يطول، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم طويل، ذكر أنهن من أهل النار. من هن؟ نساء كاسيات عاريات تستر بعض جسمها وكذا وتكشف بعضه، أو تلبس ثوبا رقيقا يصف بدنها، يصف البدن. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. أن يكون ساترا لجميع بدن المرأة، أن يكون ثخينا، أن يكون فضفاضا. ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال تعال أنا ساترا، قال في ذيول النساء العباية مثلا لابد أن تطول وتغطي الرجلين القدمين. قالت مسلمة: طيب يا رسول الله، قد يعني ما يعني صح إن شبر، ولكنه قد لا تغطي، يعني ممكن حركة كذا تخرج بدون علم لها، أو أنها تركب مثلا دابة أو كلا. قال عليه الصلاة والسلام: رخص في ذيول النساء قدر ذراع، يعني حتى يسحب في الأرض، يعني حتى لماذا لا تنكشف الأقدام، حتى لا تنكشف الأقدام. هذه دعوة إلى الستر وإلى الحجاب. أيضا إذا قلنا أن الحجاب الآن ساتر ثخين فضفاض، ننتقل الآن للشرط العلماء قالوا الثاني: أي ألا يكون زينة في نفسه، لا يكون مطيبا. هذا كأنه شرط يعني يجمع قيدين. طيب هل هذا اللباس الحجاب الآن زينة؟ يعني قد يكون بعض الزخرفة والسكرشة فيه،
أن لا يكون مطيبا بأي نوع من الطيب، إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. الله أكبر. الحين المرأة تذهب إلى بيت من بيوت الله وهو عبادة وستطيب، فننهي عن ذلك من باب أولى أن تمنع من ذلك في الذهاب إلى غيره. يعني مثلا تمنع من التطيب لو ذهبت إلى جاراتها مثلا، أو تركب مع السائق يوصلها إلى مكان معين، فلا يجوز التطيب وضع الطيب والرائحة، لأن هذه كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا. قال قولا شديدا. ولو ننظر للحاشية، ما هو القول الشديد؟ فسره أهل العلم. جاء تفسير هذا القول الشديد في بعض الروايات عند الترمذي وغيره، يعني زانية، يعني زانية. فأمر شديد جدا. وتجد أنها لو ذهبت السوق وتتطيب وتلبس الأشياء المزخرفة والمزكرشة، هذا محرم. وألا يكون الحجاب، وألا يشبه أيضا رقم ثلاثة، ألا يشبه لباس الرجال. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، يعني مثل الرجال يلبس عباية، أو امرأة تلبس بشت مثلا أو تلبس ثوبه، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لعن ذلك، واللعن يعني يدل أنه كبير من الكبائر. و النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن ذلك حتى لا يقتدي ويصير الرجل يشابه صفات المرأة في صفاتها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرم. وأيضا متشبهين من النساء بالرجال، ليس الذكر كالأنثى، لها صفاتها ولها أناثتها، ولذلك عليها يعني ألا تقتدي بالرجال في لباسهم. وأن لا يكون الحجاب أيضا لباس شهرة. من لبس ثوب شهرة في الدنيا، من لبس ثوب شهرة في الدنيا، ألبسه الله ثوب مذلة. ما معنى لبس ثوب شهرة؟ شوف الحاشية في رقم، يقول: لباس الشهرة هو ما كان خارجا عن لباس بلده المألوف، إما بغلاء ثمنه أو برداءته، يمكن بالرداءة، يقول أنا زاهد في الدنيا، ويأخذ له ثوب مختلف عن الناس حتى يقول ها فلان الزاهد فلان في كذا، أو بلونه. وقال ابن الأثير: هو ظهور الشيء في شنعه حتى يشره الناس، يعني أي شيء يكون فيه دلالة على الشهرة ويكون خارج عن لباس البلد فهذا يعني يدل الدلالة على المحرم. الآن نعيد الأربع شروط التي اشترطها العلماء: أن يكون ساترا، ولا يصف يعني الجسم، يكون ثقيلا، أن يكون فضفاضا، ألا يكون زينة في نفسه، لا يكون مطيب بأي نوع من الطيب، أيضا ألا يشبه الرجال، ألا يكون الحجاب لباس، ألا يكون الحجاب هذا هو لباس الشهرة. طيب ما هو حدود الحجاب؟ حدود الحجاب، تقدم أن الحجاب واجب. طيب ما الذي تبديه المرأة أو تخفيه من بدنها؟ أنه يشمل جميع البدن، وأن المرأة كلها عورة. قال الله عز وجل: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. الآية فيها نفي الإثم عن عجائز اللاتي لا يرجون نكاحا، ولا يرغب في مثلهن في حالة التخفف من بعض الثياب التي تستر جميع البدن، يعني فإظهار مثل الوجه، قدمين، من غير تبرج بزينة، فدل على هذا أن الشواب من النساء الشابات يعني التي يرجون نكاحا يجب عليهن الحجاب وستر جميع البدن. وستر جميع البدن. قد يقول قائل أو تقول قائلة: ما هو الدليل على أن الآن هذه الآية تدل على وجوب الحجاب؟ نقول: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن، هذا نفى الإثم عن مين؟
ليس عليهن جناح، يعني ما ليس عليها إثم أن يضعن، أن يتخففن من الثياب العباية مثلا، وضع الوجه وكذا، أن يضعن ثياب غير غسان، غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهم، والله سميع عليم. دل على أنه بالعكس، إذا كانت المرأة شابة ترجو النكاح فيجب عليها أن تغطي وجهها وأن تستر جميع بدنها. قال عليه الصلاة والسلام: هذا الدليل، ما الحدود الحجاب؟ ما يعني ما الذي تبديه المرأة أو تخفيه المرأة من بدنها، ما الذي يظهر وما الذي لا يظهر للرجال؟ قال صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. فقالت: إذا تنكشف أقدامهن؟ قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. فدل هذا على ماذا؟ على وجوب ستر قدم المرأة. الآن الفتنة في الوجه ولا في القدم؟ فإذا ستر القدم وهو أقل فتنة من غيره، مما يدل على أن المرأة عورة كلها ويجب ستر جميع بدنها. هذه الأدلة على أن الحجاب واجب، وأنه يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها، وأنها كلها عورة، وأن حتى القدم يجب أن تغطيه. والإسلام يدل، يحث على العفة والستر. طيب، رقم ثلاثة الآن من الأدلة، عن عائشة قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، يعني لما أنزل الله: وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن به، يعني ننظر الشرح من حجر في فاختمرنا، أي غطينا وجوههن، أي غطينا وجوههن. ننظر ابن حجر حنبلي أو مثلا، لا ليس بحنبلي، فهو مع ذلك عند المذاهب أن معنى فاختمرنا أي غطينا وجوههن. ما صفة ذلك؟ أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنع. كان في الجاهلية تستر المرأة خمارها ومن ورائها وتكشف ما قدامها، فأمرنا بالاستتار. وقال ابن حجر: ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها. فتح الباري في صحيح البخاري. أن الحجاب يشمل جميع البدن، يعني ماذا فهمنا نساء المهاجرات الأول؟ فهمنا الصحابيات الفضليات من الآية أن الحجاب يشمل جميع البدن، فبادرنا إلى شق مروطهن وستر رؤوسهن ووجوههن. أيضا عن عائشة رضي الله عنها، وهي يعني قريبة واللصيقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال عنها عليه الصلاة والسلام لما سئل من أحب الناس إليه قال عائشة، يعني هي كانت تنقل الحديث وتعرف بحوال الصحابيات وأمهات المؤمنين. فقالت: إن كان رسول الله لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وقالت الغلس يعني شدة الفجر، يعني كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الفجر وما في ظهر، ومع ذلك كان يتغطين ولا يعرفن منه فلانة من فلانة. فلذلك قال: لو أدرك رسول الله ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. فدل الحديث على أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة وهو خير القرون، فدل على أن عائشة رأت من بعض نساء ذلك القرون الفاضل ما يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمنعهن من المساجد لو كان حيا، فكيف ببعض نساء زماننا اليوم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الأدلة الآن اللي خلناها آيتين، آية والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، وأيضا حديث عائشة من جر قالت من جر قال صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيالا لم ينظر الله إليه يوم القيامة، حديث مسلمة: فكيف تصنع النساء؟
أيضا حديث عائشة رحم الله نساء المهاجرات. طيب، وأيضا عائشة تقول كان صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح ينصرف النساء متلفعات بمرطهن ما يعرفن من الرأس. وأيضا رقم أربعة من الأدلة على ماذا تبديه المرأة أو تظهره من الحجاب، وذكرنا أنه يجب تغطية المرأة جميع جسدها، أدل على أن الحجاب والتستر كان من عادة النساء. الخلاصة من ذلك نخلص إلى أن المرأة يجب عليها الالتزام بطاعة ربها وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بارتداء الحجاب الساتر لجميع جسمها، عدم إبداء شيء من زينتها لغير من استثناهم الله، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، يعني آباء الأزواج، أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، يعني زوج تزوج هذه المرأة وكان عنده من قبل أبناء، أو تزوج بعد ذلك وكان له أبناء، فأبناء هذا الزوج يكشفن على هذه الزوجة، زوجة الأب، أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. يعني من أول قديما كان عندهم إماء، يعني سواء إماء أو عبيد، فما ملكت اليمين يعني هي السيدة، أو التابعين غير أولي، غير الخادمة الآن، أو المسائل مثلا، أو طائر طباخ في البيت أو مزارع، هيجوز الكشف على الدليل الذي ذكرنا، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، طفل صغير لا شهوة له، أو من غير أو التابعين يعني في البيت غير أولي الإربة خدم ممن لا شهوة له، كبار في السن جدا، أو مثلا قديما كانوا يعني ماله يعني آلة، فهذا يعني لا شهوة له فيجوز. طيب، هناك يعني لما ذكرنا ذلك أثيرت حول الحجاب شبه منها أنه فيه اعتداء على حقوق المرأة وتقييد لحريتها وازدرائها. يعني المرأة الآن أنتم تقيدون حريتها، وكذلك لا تستطيع أن تتحرك بحرية وسهولة، وأنتم متى تقوم فيها؟ وأنتم تزدرونها الآن وكأنها خيمة تمشي، هذه بعض الشبه يعني ترمى على المرأة، هذه الدعوة ليست صحيحة، بل أنها تبقى درة، هي المرأة هذه بمحافظة على نفسها فهي درة جوهرة متلألئة ما دامت محافظة على سترها وحياها، والناس يعاملونها يعني على أساس الطهر والعفاف، تكبر في عين الرجل، يسمو دورها في الحياة والمجتمع. فالحجاب أيضا ليس تقييد لها، بل هي يعني المرأة فيه ستر لها وسعادة وحفظ حقوق، لا بالعكس. فالآن الحجاب أثير حول هذه الشبهة أنه اعتداء على حقوق المرأة وتقييد لحريتها وازدرائها، ونقول لها ليس صحيح، ليست الدعوة صحيحة، وقد سبق البيان بأن المرأة موضع تكريم واحترام. أيضا من الشبه التي يعني أثيرت وهي شبهة ثانية، قالوا الحجاب فيه تكبيل للمرأة وسبب في تخلفها وتقدمها. يعني أنا شفت صور المرأة مثلا كرمت وماسكة العلم السعودي وحصلت على جوائز عالية وهي بكامل حجابها، يعني لا يمنع المرأة
أن تتقدم وتحصل على الجوائز في الغرب أو الشرق أو في البلد وهي في حجابها، لم تلمس الرجال ولا تصافحهم ولا يمنعها من التقدم. ولذلك هذه الشبهة باطلة، لأن الواقع يعكس ما يقولون، وليس هناك علاقة يعني بين التقدم والتخلف. هناك النساء بلغنا ذروة في المجالات العلمية والاجتماعية والفكرية، فهذه وصفنا بالتخلف؟ هم يريدون من تقدمهم أن المرأة تنفلت وتنسلخ من الكرامة والحياة، وغالبا ما يريدون ذلك. هذه الشبهة الثانية، أن الحجاب في تكبير للمرأة وسبب في تخلفها وتقدمها، وأن تريدون المرأة تتقدم إن عليكم يعني أن تسلخوها من هذا الحجاب حتى تتقدم. الشبهة الثالثة، قالوا الحجاب دليل على إساءة الظن بالمرأة، عدم وثوق الزوج بها أو والدها، أنتم لا تثقون فيني، أنتم كذا أنتم كذا، أنا حافظ على نفسي. يعني أولى الناس يقولون أنت متعاصن، شوف لو ما شكوا فيك وساء الظن، أولى خلوا تطلعين عادي، يعني ما يعني ما تلبسين حجاب ولا تتغطين. الرد مثل ما ذكرنا أنه طاعة لله ولرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا في صيانة لها، وهي مأمورة سواء كانت من زوجها أو عزبة، ما بس فقط زوج. أنت ترضين من الآن؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الله ما يشرع شيء إلا لحكم، ونحن نلزمكم بعض الحكم والذي ما علمنا كثير، ونحن أصلا ما نلتزم هذا الأمر إلا الطاعة، ونريد الأجر والثواب من الله عز وجل. ولهذا لا يعني كلامكم كلام باطل، وأنا المرأة لا بد ترد سواء كنت متزوجة أو عزبة، أنا أطيع الله عز وجل. هذا من شأنه يعني أن يبعث الثقة يعني فيها وإلى سلوكياتها. الخلاصة القول أيضا أن هذه الشبه وأمثالها، هل يراد بها مصلحة المرأة، مصلحة المجتمع؟ لا، يريدون هم يشبعون غرائزهم، أصحابها يريدون إشباع الغرائز، ويريدون هذه المرأة صيد سمين، وآخر ما يفكرون به هو مصلحة المرأة وسعادتها. يعني تحذر الفتاة، تحذر المرأة المسلمة من هذه الكذبات والنداءات الزائفة والتجارة الخاسرة، ولتعتصم بالله عز وجل، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذه بعض الشبه. طيب ننتقل إلى عوامل حماية الأسرة. هناك عوامل وسبل لحماية الأسرة. اعتنى الإسلام بالأسرة لما لها من مكانة عالية مرموقة. قد يسأل سائل يقول لماذا اعتنى الإسلام بالأسرة؟ لأن لها مكانة عالية مرموقة، هي اللبنة الأولى من لبنات بناء المجتمع. المجتمع الكبير هذا بناء عظيم، الطوب اللي بناه هي عبارة عن أسر. الأسرة هي المحضن الأول الذي ينشأ فيه فرد المسلم، فأباواه يهودانها وينصرانها ويمجسانها، تتربى فيه الأجيال. يشاهد الأب أو يشاهد الابن والده ماذا يرى، ماذا يفعل، ماذا ينفق، ماذا يصلي، ماذا كيفية تعامله مع الغير. لذلك
عوامل هنا حماية الأسرة، اعتنى بالإسلام بالأسرة لما لها من مكانة كبيرة، لأنها هي لبنة يعني طوبة من طوب، يعني لو سميناها عبارة عن المجتمع بناء فيعتبر لبنة، وهو من لبنات بناء المجتمع، المحضن الأول. فشرع الله عز وجل له أحكام وآداب تتعلق بالأسرة المسلمة، يعني تعد هذه العوامل أو تعد هذه العوامل للحفاظ على هذه الأسرة. تعد العوامل بإذن الله بعد توفيق الله عز وجل حماية من الانزلاق من هذه الأسرة في حمأة الرذيلة، فتكون في حصن حصين وسياج منيع عن كل سبب من أسباب الفساد ودواعي الضلال. ما هي أبرز هذه العوامل؟ أبرز عوامل حماية الأسرة أولها غض البصر. أبرز عوامل حماية الأسرة هي غض البصر. القلب له منافذ عديدة، من أخطرها وأعظمها أثرا البصر. لماذا؟ البصر يعتبر من أخطر هذه المنافذ وأخطرها على القلب، وهو أكبر خطر على الأسرة. لماذا؟ لأن البصر يوقع الناظر فيه أو يوقع الناظر للمنظور استحسان، فكم من نظرة محرمة أفسدت على المرء دينه وأمرضت قلبه أوقعته في المهالك وسببت له النكبات. لذلك شدد الإسلام في أمر النظر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما تصنع. خبير سبحانه وتعالى بما تصنع، بما تنظر، بما ترى. يقول الله عز وجل يعلم خائنة الأعين، خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قال ابن سعدي يغضوا من أبصارهم عن النظر إلى العورات وإلى النساء الأجنبيات وإلى المردان الذي يخاف بالنظر إليهم من فتنة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. أمر الله عز وجل النساء بما أمر به الرجال أيضا، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. القلب الآن له منافذ، إما منفذ السمع، منفذ البصر، منفذ اللمس. فمن المنافذ الخطيرة هي غض البصر أو البصر، فإذا منفذ هذا دخل إلى القلب ورأى ما يستحسن إليه من النظر حتى لو كان قد تكون غير جميلة، ولكن الشيطان يزينها ويجملها، لذلك قال الله سبحانه هذا القلب والعامل الذي يصب فيه والمنفذ نغلقه حتى نحافظ على الكيان وهذا القلب. كيف نحافظ على القلب وهذا إلا نغلق هذا المنفذ؟ نقول درءا للمفسدة، درءا لفساد القلب، نقول غض بصرك، وأنت يا امرأة غض البصر. لماذا؟ حتى القلب نحافظ عليه، يكون توجهه إلى الله عز وجل ليس للبشر. ولذلك الله عز وجل قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ليش؟ ذلك أزكى يعني أطهر له، إن الله خبير بما يصنعون. يعني
العلماء مثل ابن السعدي يقول يغض منصرف عن النظر إلى من؟ إلى العورات، إلى النساء الأجنبيات، الذي يخاف بالنظر إليهم الفتنة. الآن واضحة الآن هذا المنفذ، وهو يعني المنفذ الذي يصب في القلب، وهو غض، وهو البصر. الله عز وجل أمرنا يعني أن نراجع أنفسنا فيما ننظر إليه. طيب، من فوائد ذكر حفظ الفروج هنا بعد غض البصر، قال الله عز وجل يغض من البصر ويحفظ الفروج. لماذا ذكر؟ يعني العلماء استنبطوا فائدة من ذكر حفظ الفرج بعد غض البصر، لأن من فوائد ذكر حفظ الفروج بعد غض الأبصار أن إطلاق البصر فيما حرم الله من أعظم وأقوى أسباب الوقوع في الفواحش. قلت لا أنا بخالف، لا أنا أقدر، أنا كذا، فهذا المنفذ يأتي إلى القلب عن طريق البصر، قلت أنا لن أغض بصري، فالآن ما أغلقت المنفذ، ماذا سيسبب هذا القلب؟ الإشارات إلى التزيين الفاحشة والوقوع في الفاحشة. بس لو أغلقت البصر وأغلقت هذا المنفذ، القلب صار سليم، لم يتوجه بعد ذلك إلى الفواحش، النظر إلى المسلسلات، النظر إلى الصور، النظر إلى الإنترنت، الصور المحرمة. الله عز وجل حرم ذلك، وهذا واجب، والواجب يدل على الالتزام، والالتزام به وعدم الانصراف إلى مخالفته. قد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة توجه المسلم وتحثه على التزام هذا الأمر الإلهي، من ذلك ما رواه عبد الله بن عباس قال كان الفضل بن عباس، كان الفضل بن عباس وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم رديف رسول الله، فجاءته امرأة من خث عم تستفتي، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. الحديث بل عليه الصلاة والسلام عد النظر زنا تمارسه العين يعصى الله به، وذلك تنفيرا منه، إن الله كتب على بني آدم حظه من الزنا وأدرى ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. ولما سئلنا عليه الصلاة والسلام عن نظر الفجأة، يعني أنت الآن دخلت بيت وفتح الباب فجأة ولا وجدت أهل الدار فيه، فتنظر وتستمر في النظر، هذا حرام، فعليك نظر الفجأة. يجوز إذا كان مثلا من غير يعني في الطريق مثلا امرأة وشاهدتها، ثم بعد ذلك يعني هل سمو النظر فجأة؟ ما كنت يعني مستقصد النظر إليه. فأمرني أن أصرف بصري، أي أمره بصرف بصره مباشرة ألا يتمادى فيؤاخذ، لأن نظر الفجأة بغير قصد معفو عنه. أيضا لا زال الحديث عن غض البصر، قد جعل عليه الصلاة والسلام غض البصر في المرتبة الأولى من حق الطريق الذي يجب أداءه، يجب أداءه على كل من سلكه أو جلس على جانبه. عن ابن سعيد رضي الله عنه قال عليه السلام إياكم والجلوس في الطرقات، قال يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيه، قال صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه، قالوا وما حقه؟ قال غض البصر. قديما كانت المدن يجلسون في الطرقات، لا زال بعض يعني الأحياء القديمة والشعبية يجلسون عند الدار في الخارج. النبي صلى الله عليه وسلم قال غض البصر وكف الأذى، قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتقوى عليه. يعني الآن ما هو حق الطريق؟
صلى الله عليه وسلم قال حق الطريق، قال يعني أنتم الآن لا تجلسون، لا، قال يا رسول الله يعني ما نبد من مجالسنا نتحدث فيها يعني في الخارج. قال فإذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. ما هو حق الطريق؟ قالوا غض البصر، وضعه في الرتبة الأولى، الآن المرتبة الأولى، كف الأذى، لا مثل ما يقال يعني تؤذون الآخرين وأنتم جالسين في الخارج، وإذا سلم عليكم أحد ردوا السلام، والأمر بالمعروف، يعني واحد قصر عصى سوى شيء عليك يعني أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. أيضا الأمر لغض البصر فوائد كثيرة، منافع عديدة ذكرها ابن القيم رحمه الله. أولا أنك نعيده مثل الحجاب، يعني فيه أمر وامتثال لأمر الله، يعني لماذا المرأة تتحجب؟ تمتثل أمر الله. وكذلك ليش الواحد يغض بصره؟ يمتثل أمر الله، تبي السعادة في الدنيا والآخرة، تبي الجنة، امتثل أمر الله عز وجل، يعني هو غاية السعادة العبد في معاشه ومعاده. أيضا أنه يمنع وصول أثر السهم المسموم الذي لعل فيه هلاك إلى قلبه. كما قلنا القلب نحافظ عليه، كيف تحافظ عليه؟ هناك سهام مثل سهم البصر، سهم الكلمة، سهم الأذنين. فالآن البصر إذا منعت هذا أثر السهم المسموم وهو النظرة تكون لعل فيه هلاك، لذلك امتنع عن النظر إلى شيء محرم. لغض البصر أيضا فوائد كثيرة ومنافع، منها يقوي القلب ويفرحه، يقوي القلب ويفرحه ويكسبه نورا، لأن القلب مثل قلنا هي آلة تضخ، وأيضا هي آلة العقل وهي آلة الشعور، فإذا أنت الآن عطتها بالسهام تضربها بنظرة بكلمة بفعل معصية فيمرض، لكن إذا تركته متعافي ولم تلقي عليه السهام فهو يقويه ويجعله سعيدا وفرحا، وبعد ذلك يكسب الجسد نورا ووجهك نورا. أيضا يورث الفراسة الحقة، الفراسة الحقة الصادقة الذي يميز بينها بين المحق والمبطل. أيضا يسد على الشيطان مدخله من القلب، حري بكل مسلم أن يستجيب لربه. النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني الطاعة هذه الآن من عوامل حماية الأسرة، ذكرناها غض البصر وتحدثنا عن ذلك، وذكرنا أنه عليها يتعاهد بصره عما لا يحل له من النظر، وفي ذلك بعدا عن الشر والرذيلة، ويدخل في ذلك مثل ما ذكرنا النظر إلى الصور الفاتنة، المناظر الفاضحة عبر الصحف والمجلات والإنترنت والقنوات. الآن احنا تحدثنا وحديثنا عن عوامل حماية الأسرة، ثم ذكرنا من أبرز هذه العوامل غض البصر. ثانيا الاستئذان لدخول البيت، وليشرح منه الآن موجود عندكم، يعني ممكن الواحد يتابعني عن طريق القراءة في الكتاب أو الموجود عند وضعته لكم. فالاستئذان لدخول البيوت هذه من عوامل بناء الأسرة، حماية الأسرة. لا يجوز دخول المسكن بغير دخول مساكن البيوت الغير إلا بإذن. يا أيها الذين آمنوا لا
لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. يعني تستأنسوا بن سعدي يقول وغير من العلماء الاستئذان وتسلم. يعني سمي الاستئذان استئناسا لأنه به يحصل الاستئناس وبعدمه تحصل البشر. لماذا شرع الله عز وجل الاستئذان؟ هذا جوابه هنا. شرعه الله عز وجل صيانة للذين في داخل البيوت حفاظا عليهم من النظر إليهم واختلاس النظر ومراعاة لحريات في بيوتهم لئلا يطلع أحد على العورات وما لا يجوز النظر إليه، لأنه يترتب على ذلك مفاسد كثيرة وعواقب وخيمة. وهذا الأمر أيضا المنع من النظر هو أبرز أسباب وحكم مشروعية الاستئذان. لو أتاكم سؤال ما هي أبرز أسباب وحكم مشروعية من أبرز أسباب وحكم مشروعية الاستئذان هو المنع من النظر، لما روى سهل بن سعد اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرى، يعني مدرى هنا تفسيرها حديدة يسوى بها الشعر، هو شبه المشط، وقيل هي أعواد تحدد تجعل شبه المشط، يعني قديما ما كان عندهم هذه الأمشاط، فالمدرى هذه من حديد تحك ويحك بها الرأس، فقال لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينيك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. أيضا قال الحافظ أصل مشروعية الاستئذان للاحتراز من وقوع النظر إلى ما يريد، إلى ما لا يريد صاحب المنزل النظر إليه، وأعظم من ذلك النظر إلى نسائج البيت. هذا الأمر حماية الأولى ذكرناها، غض البصر. ثانيا الاستئذان لدخول البيوت. أيضا يعني المعلوم أن أهل البيت إذا استأذنهم أحد بالدخول فإنهم قبل الإذن سيهيئون المكان إن لم يكن مهيئا، وتذهب منه لهيئ المكان، مو بالرجال، عادة النساء، ويبذلون كل ما شأنه الحفاظ على مظهر بيته. وقد ذكر ابن سعدي في تفسير المفسدتين من مفاسد درء الاستئذان، وذكر محدة إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، في سبب الخلل به يقع البصر على العورات. أيضا أن ذلك يوجب الريبة من الداخل، ويتهم بالشر السرقة أو غيرها، لأن الدخول خفية يدل على الشر. واحد جاء دخل البيت قال شفت الباب مفتوح، أو إني فتح الباب ودخل، هذا أنا من البيت أنا صديق، لا ما يجوز، هذا يوجب الريبة من الداخل. يعني قد يمكن واحد من خوارع ما يعرفك فتقتل أو تضرب أو لأن الدخول خفية يدل على الشر. أيضا الإسلام قد حرم الدخول إلا بإذن، فإن ذلك يمنع أيضا مجرد الاطلاع على البيت من خارج. الإسلام قد حرم الدخول إلا بإذن، فإنه أيضا يمنع من مجرد اطلاع البيت من خارج، من الخارج. وأذن لأهل البيت أن يفقوا عينه، ولو فعل ذلك لما عوتبوا ولا عوقب، لأنهم فعلوا ما أذن به الشارع. أيضا المطلع هو الذي تسبب على نفسه بفعله المشي. قال صلى الله عليه وسلم من اطلع في بيت قوم بغير إذن فقد حل لهم أن يفقوا عينه. وفي لفظ حذفته بحصافة فقعت عينه لم يكن عليك جناح. لهذا لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينيك. يعني من مظاهر الفسق أنك مثلا الجار وهي بدأ ينظر إليه، هذا من ملأ عينيه من قاع بيت قبل أن يؤذن له فقد فسق. الآن العوامل النظر أو حماية الأسرة، النظر عدم النظر المحرم، ثانيا الاستئذان، عوامل ثالثها الخلوة، تحريم الخلوة، خلوة الرجل بامرأة أجنبية مظنة لحصول الفتنة بينهم، لأن ميل كل جنس إلى الآخر موجود فطرة، والشيطان يزين.
لهذا نجد الإسلام قد وقف موقفا حازما من ذلك، فحرم الخلوة من أصلها. لماذا؟ سدا لذريعة الفتنة وحماية الأسرة. لا يخلون رجل بامرأة إلا كان إلا مع ذي محرم. وقال عز: لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومعها رجل أو اثنان. الإسلام موقف وقف وقفة حازمة، يعني فإنه لا يزيل الخلوة، لا يزيل الخلوة ويقطعها إلا وجود محرم المرأة، تحصل بوجوده الطمأنينة وتزول بسببه دواعي الفتنة ووساوس الشيطان وتهمة المتربصين. وإذا وجد أكثر من امرأة ورجل زالت الخلوة غالبا في غير مواطن الغيب. هنا تحريم الخلوة، هذه من العوامل. عوامل ماذا؟ حماية الأسرة، أن خلوة الرجل بامرأة أجنبية غير محرم مظنة لحصول فتنة بينهم، غير محرم مظنة، لأنه لماذا؟ لأن ميل كل جنس إلى الآخر موجود عندهما فطرة. الإسلام ماذا نظر؟ كيف نظر لهذه الخلوة وتحريمها؟ موقف حازم، فحرم الخلوة من أصلها. سدا لذريعة الفتنة وحماية من دواعي الجريمة. لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومعها رجل أو اثنان. طيب، من عوامل حماية الأسرة قرار النساء في البيوت، يعني قد جعل الله عز وجل لكل واحد من الجنسين ما يناسب فطرته وتكوينه من المهام والمسؤوليات. فالرجل مسؤول، مسؤوليته تتمثل في الضرب في الأرض، يعني السعي في الأرض، السعي لكسب الرزق. لماذا؟ لينفقه على نفسه وعلى من وجبت نفقته. أما المرأة فمسؤوليتها الرئيسية تتمثل في رعاية شؤون البيت، محافظة على الأولاد. هذه المرأة هذه مسؤوليتها الرئيسية، رعاية شؤون البيت، المحافظة على الأولاد، حسن رعايتهم، تهيئة البيت من جميع الجوانب، ليجد الرجل عند عودته الراحة والطمأنينة. الرجل يشتغل، المرأة تعمل، ما في راحة. لذلك كان في خروج المرأة من بيتها بلا حاجة تعريض لها للفتنة، تعريض وإخلال واضح بالمسؤولية الملقاة على عاتقها. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال ابن كثير: أي الزمن بيوتكن، من اللي يأمرهم الحين؟ الله يأمر. وقرن في بيوتكن، يعني الزمن بيوتكن، لا تخرجن لغير حاجة. ولما كان لزوم النساء بيوتهم هو الأصل، نجد النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن بالذهاب إلى المساجد لأداء الصلاة، وخاطب أوليائهن: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها. يعني لا تخرج إلا من برضاه، ملتزمة بالحجاب، لا تخرج إلا للحاجة، لا للتسكع في أسواق الحدائق، زيارة والديها، أقاربها، مراجعة المستشفى، أو تحصيل علم تحتاج إليه ونحو ذلك. هذه يعني الأمر الرابع الذي فيه حماية للأسرة، وهو قرار النساء في البيوت. أيضا الغيرة، الغيرة على المحارم.
يقول يعني القاضي عياض أو غيره قال عياض هي مشتقة من تغير القلب هيجان الغضب بسبب مشاركة فيما به الاختصاص، وأشد من ذلك يكون بين الزوجين. وقال ابن القيم أصل الغيرة الحماية والألفة، هذه أصل أن أصل الغيرة غيرة الرجل على المحارم من العوامل المهمة والوسائل الناجحة في حماية الأسرة من الانحراف. ما هي يعني الوسائل والعوامل التي تحمي الأسرة؟ النغار على محارمنا، فكلما قوي قلب المؤمن قويت عنده الغيرة وزالت، وهي تنقص بنقص الإيمان تتلاشى قد. لذلك عد ابن القيم رحمه الله ذهاب الغيرة آثرا من آثار الذنوب المعاصي، قال أو من عقوباتها أنها تطفي من القلب نار الغيرة التي هي لحياته وصلاحه كالحرارة القريزية لجميع بلد. الغيرة من صفات الرب جل وعلا، فقد روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أشد الأمة غيرة، لأنه كان يغار لله ولدينه. وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه تعجبون من غيرة سعد؟ لا، أنا أغير منه والله أغير مني. ليش؟ لأن دل الحديث على شدة قوة غيرة سعد. قال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول عندما سمع سعد يقول لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصبح. يعني قال هو بسكون الصاد وبكسر الفاء، بسكون الصاد بسكون الصاد مص وكسر الفاء مصبح، وقد ورد أيضا فتح الفاء مصبح، فمن فتح جعله وصفا للسيف ومن كسره جعله وصفا للضارب. وقال ابن الأثير قال أصبحه بالصيف بالسيف أي ضربه بعرضه دون حد فهو مصبح، والسيف مصبح ويرويان معا، يعني ممكن تقول مصبح ومصبح، يعني لضربته بالسيف. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأصحاب بشدة الغيرة كما شهد بها لسعد بن عبادة. قال بينما نحن عند رسول الله في الأسبة قال صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت لي من هذا؟ قال هذا لعمر، فذكرت غيرتك فوليت مدبرا، فبكى عمر وهو في المجلس فقال أو منك يا رسول الله أغار الله صلى الله وسلم على نبي محمد. يعني هم الغيرة على المحارم، هناك غيرة محمودة، وأيضا قلنا أنها غيرة من صفات الرب عز وجل. والغيرة المحمودة هي التي تكون في الريبة، أما الغيرة من غير ريبة يعني شك، هي هوس وظن، يعني يبدأ يشك ويشوف الجوال ويشوف كذا، هذا كله من أشياء، يعني إذا كان ما في ريبة هذا غيرة غير، بل هي مذمومة يكرهها الله. إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يكره الله، فالغيرة التي يحبها الله الغيرة في الريبة يعني في الشك، والغيرة التي يكرهها الله والغيرة في غير ريبة. فعلى أولياء النساء يدرك ذلك، فلا يطلقون لأنفسهم يعني
العنان على كيف هم يسوون الظن في النساء والبنات دون دليل، يعني تعتبر هذا إساءة ظن، وأن ذلك يضر ولا ينفع ويفسد العلاقة بين الزوجين. قال ابن القيم: والتي يكرهها الله أن يغار من غير ريبة، بل مجرد سوء الظن، وهذه الغيرة تفسد المحبة وتوقع العداوة بين المحب ومحبوبه. قال الدكتور أحمد الشرقاوي: وغيرة الرجل على أهله أمر واجب، ولكن للغيرة حدود وضوابط، فهي غير معتدلة، غيرة لا تلقي بصاحبها في خضم الشك وظلمات الوهم، لأن الأصل في المعاملة حسن الظن والثقة بالغير ما لم يثبت خلاف ذلك. كم من بيوت قد تهدمت، كم من أسر تحطمت بسبب الأوهام والظنون التي لا أساس لها من الصحة. لذلك علينا أن نحرص أن تكون الغيرة فيما حله الله، يعني بدون من أو في شك، إذا كان بدون شك ليش ما تتغار؟ الأصل حسن، الأصل السلامة. أيضا من العوامل حماية الأسرة عقوبة الزنا والقذف، عقوبة الزنا والقذف. عرض المسلم أحد الكليات الخمس التي جاءت الشريعة بالعناية بها والمحافظة عليها، لهذا شرع ما سبق من الأحكام كلها حماية وسد للذريعة. لماذا؟ خوف وقوع الفتنة وارتكاب الفواحش والمحرمات، يضاف إلى ما أوجبه الله من الاستعفاء على كل من لم يتيسر له الزواج من الجنسين. لماذا؟ حماية لعرضه، زيانة لنفسه من ارتكاب المحرمات. إضاف قول الله عز وجل فيما ليستعفف في الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، يعني الآن من عوامل حماية الأسرة ذكرنا الاستعفاف، عقوبة الزنا والقذف. الأصل العفة، وأن الواحد يحاول أن يستعف هو بنفسه، يعني لم يستطع الزواج، وأن الزنا والقذف من أخطر الجرائم. لماذا؟ لأن أثارها قبيحة على الفرد والمجتمع، والمجتمع بأسره من ذلك انحراف السلوك، شيوع الفاحشة، خلاص الأمر عادي، هذا زاني، هذا زاني، هذا كذا، هذا، فيصير شيوع الفاحشة سهل عند الناس، تلطخ السمعة والتعرض للعفيفات والوقوع في الأعراض المحرمة. لذلك حماية للأسرة تحقيقا لسلامة المجتمع وتأديبا للمجرمين، نجد أن الله من عوامل حماية الأسرة شرع عقوبة الزنا والقذف. فحماية للأسرة وتحقيقا لسلامة المجتمع وتأديبا للمجرمين المتعدين لحدود الله، رتب الله عز وجل على الزنا والقذف عقوبات مغلظة، فجعل سبحانه الرجل من الزاني إن كان محصنا، وجعل 100 مع التغريب عام إن كان غير محصن. قال عز وجل: الزانية والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دينها. وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر، جلد 100 ونفي عام، يعني تغريب، والثيب بالثيب جلد 100 رجل. وجعل حد القذف 80 جلدة، ليأخذ الفاحش يقول أنت زاني، أنت كذا، أنت فلان زاني، أنت كذا. وقال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذه العقوبات فيها يعني غاية التأديب للفاعل، ليقلع عن الجريمة ويتوب منها ويعود إلى الإيمان. والله عز وجل يعني شرع أنها يعني
تظهر. لماذا؟ ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يشهد طائفة من المؤمنين حتى يرتدع من سمع بذلك ولا يقع بهذا الجرم. الإنسان إذا تذكر يعني العقوبة التي تترتب على الجريمة فإنه سرعان ما يعرض عنها، أيضا أنها فيها يعني تشهير به، لذلك يظهر لنا جليا أن عقوبة الزنا والقذف من عوامل حماية الأسرة والحفاظ على أفرادها من الانحراف. لهذا من عوامل حماية الأسرة أيضا تشريع اللعان، وسيأتي إن شاء الله ذكره في فرق النكاح، يعني في الأمور التي تفرق النكاح. الآن يعني ذكرنا هذه الأمور كلها حماية للأسرة، وذكرنا أنها أولها غض البصر، عوامل حماية الأسرة غض البصر، وكذلك تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وذكرنا كذلك تشريع عقوبة الزنا، وأيضا الاستئذان لدخول البيت إذا كانت غير بيتك، قرار النساء في البيوت يعني الأصل في المرأة تكون في بيتها وغير على المحارم، وذكرنا من الأمور يعني التي تكون فيها المحافظة على قبض بصري، وأنه فيه حياة للقلب، وأنه القلب يعني لا بد أن نحافظ على طهارته وسلامته من الآفات. ومن أكبر الأمور التي تحافظ على ذلك كما ذكرها ابن القيم، ونعيد ما ذكره رحمه الله، أنه فيه امتثال لأمر الله، وهو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده. أيضا يمنع وصول أثر السهم المسموم الذي لعل فيه هلاكه إلى قلبه، أنه يقوي القلب ويفرحه. ولذلك علينا أن نراجع أنفسنا، يعني ماذا ننظر؟ والإنسان ضعيف، عليه أن يكثر من الاستغفار والتوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله عز وجل كان في عليه ترى، ومن اضطجع مضطجعا لم يذكر الله عز وجل كان عليه ترى، أي نقص وحسرة. لذلك المسلم يعني عليه أن يذكر الله عز وجل ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ لأن ويكثر من الدعاء. الدعاء يعني من العلاجات الناجحة في علاج هذا الأمر المحرم، والنظر إلى المحرمات. فالله عز وجل كريم سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يستحي إذا مد العبد يديه أن يردهما صفرا عن خاليته. فعلينا أن نتوجه إلى الله، أن والتوبة شروطها أولها الإقلاع عن الذنب، وهذا ذنب مثلا، يعني النظر إلى المحرمات، النظر إلى الأجنبيات والتلفزيون وغيرها، هذا محرم. ثانيا الإقلاع، الندم أنك فعلت معصية من المعاصي، والعزم على عدم العودة إلى هذا الأمر. فهذه شروط التوبة، والإنسان مقصر. وذكر المؤلف أنه منفذ عظيم إلى القلب، ولابد المحافظة على القلب من هذا الداء، وهو غض البصر، وهو إطلاق البصر في المحرمات. لهذا يجب علينا أن نراجع أنفسنا وأن نتعاهد بصرنا عما لا يحله من النظر. ليش؟ لأن فيه سلامة من الفتن،
وفي طاعة لله عز وجل وامتثال لأوامر الله عز وجل. هذا يعني الأمر يدعونا إلى المراجعة، خاصة في وسائل التقنية الحديثة، أيضا الاستئذان لدخول البيوت الآن، أيضا إطلاق اللسان في المحرمات وأعراض المسلمين ما يجوز، وهي وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. اللسان خطير جدا في هذا، يعني يجب علينا أن نحافظ على أنفسنا وأن نحافظ على ألسنتنا ونحافظ على أبصارنا حتى القلب يكون حي يتأثر إذا قرئ عليه كلام الله عز وجل وقرئت عليه السنة النبوية. نحن نحتاج دائما إلى هذه المواضيع تذكرنا، لأننا ما خلقنا إلا لعبادة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل يوفقنا لكل خير ويبارك في الجهود، ونلتقي بكم بإذن الله في المحاضرة القادمة على خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.